أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية، ويمكن حكينا ببداية عناويننا لليوم كثير، يمكن المواد الكيميائية بتأثر خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم تحسس ربيعي. أكيد نور، ويمكن تقلب الطقس كمان بيأثر على الأشخاص، وحتى يمكن الأشياء اللي ممكن يتعاملوا معها بقلب البيت، وأمور كثير ممكن يتعرضوا لها تزيد من التحسس. أكيد خلينا نتعرف مع المشاهدين شو هي أكثر المشاكل يمكن اللي بتزيد التحسس الربيعي والمواد الكيميائية مع الكيميائية براءة حداد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا هلا. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. خلينا بالبدايه نبلش يعني التحسس الربيعي والمواد الكيماويه، خلينا نشوف هيك معك شو هي المواد اللي ممكن بتاثر وممكن هيك نستعرضها قبل ما ندخل بالتفاصيل. تمام، منقول يا صباح الصحه والسلامه. هلا للاسف مع دخول فصل الربيع، مع رغم كل جماليته لكن للاسف دائما في شيء مساوئ على الصحه. مجرد ما نسمع بكلمه تحسس ربيعي اكيد الكل رح يتبادر لذهنه انه هي الحساسيه اللي بتدخل مع قدوم فصل الربيع. ليه؟ لانه بفصل الربيع اول شيء بتبلش الغبار الطلع يتناثر ويتطاير، بتشوفوا الازهار يعني الاشجار رجعت زهرت. غبار الطلع لما بيطلع يعني سبحان الله بيكون في هواء، ليش؟ لحتى تصير عملية الإلقاح في الأشجار. طيب أنا اليوم مو بس أنا عندي، نحن للأسف بكلمة التحسس الربيعي دائما كل الأطباء أو كل الناس تعرف أنه السبب الأساسي هو غبار الطلع. نحن بفصل الشتاء كمية الهطولات المطرية بتكون كبيرة، فما بيكون في هذا الغبار أو الجزيئات المتناثرة بالهواء. طبعا الجزيئات اللي عم بحكي عنها هي بتكون متصاعدة أول شيء من السيارات، عوادم السيارات. النقطة الثانية، نحن النشاط الكيماوي اللي بيكون بالمعامل، الغازات اللي بتطلع منه في منه بيبقى موجود بالهواء. كيف بيروح من الهواء؟ بالتنظيف اللي هو عن طريق المطر أكيد، تمام؟ لكن اليوم مع فصل الربيع شوي بتخف الامطار، يعني مثل هلا اليوم في يعني عاصفه او بنسميها الغبار واتربه وكذا، فبندعي يصير مطر. ليه؟ لانه هذا الغبار طالما هو معلق بالهواء فانا رح يعمل لي مشاكل على الصحه. هلا المشاكل العوادم السيارات وغيرها هي محمله بغازات كيميائيه، غاز ثاني اكسيد الكربون، غاز الكبريت، وغاز واكاسيد الازوت بشكل خاص وللاسف كتير كبيرة. هي الجزيئات الصغيرة إلى أبعاد ميكرونية، يعني 10 قوة ناقص 6 بنسميها، هي 1 بالمليون، هي كفيلة تدخل على أجسامنا مع أي عملية تنفس. لما بتدخل على الأجسام تعمل لي مشاكل بالأنف، بالحلق، وبتسبب هذا السعال. فيا حرام، يعني عن جد يا حرام، اللي عندهم مشاكل بالربو هن أكثر الناس بيتلقوها، فما بالكم بالإنسان الصحيح. الإنسان الصحيح للأسف بيتلقاها بكل جسمه، ان كان صداع اللي معه شقيقه، ان كان مثلا على مستوى الشعر، البشره، الايدين، بيرافقه كمان للاسف مزاج كثير معكر. اكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. خلينا نحكي، يمكن حكينا عن الاثار الصحيه من التحسس الربيعي يمكن وتبدل الفصل من الغبار والاتربه، خلينا نحكي يمكن كمان الى انعكاسات سلبيه على جسمنا، يمكن على البشره، على الشعر، نحكي شوي عن هي المشاكل وكيفيه علاجها، لانه كلياتنا بنلاحظ خلال تبدل الفصول في اختلاف صحيح ببشرتنا، في اختلاف بطبيعه شعرنا. تمام، هلا اذا بدي احكي على بلش على موضوع الشعر كونه اول شيء بهم السيدات، بالشتويه معظم الصبايا بحبوا الطواقي او هي البيري او كذا. مجرد ما شفنا الشمس بنبلش نتخلى عن هذا الموضوع. فالغبار لما اللي بيتطاير، هي الغبار الذرات الصغيره او هي الجزيئات لما اللي بتنزل بترسب على الشعر. هلا موضوع انه انا شلون بدي اتلافاها، هلا طريقه التلافي انه اذا في عندي غبار كثير يفضل الناس ما تطلع من بيتها، بس اكيد الموظف اللي عنده شغل اكيد بده يطلع. بدي احكي على موضوع انه لما بحس حالي انه فعلا كثير اجى غبره على شعري او على عيوني، اول شيء كوقايه، في ناس بتحط هي الطاقيه الكاسكيت
اول شيء عملت هي نوعا ما وقايه للبشره، البشره هلا بحكي عنها شلون بعمل لها وقايه اكثر. طيب اذا انا رجعت على بيتي ولاحظت انه عم حك او بيطلع، حتى اذا بتلاحظوا شويه غبره على الايدين بتحسي مثل التراب، تمام؟ دائما في كثير من الناس بيقول لك انا بالغبره بحك بيطلع شيء على ايدي، وفعلا هذا الحكي كثير صحيح، لانه هي الجزيئات الغباريه كثير صغيره فبسهوله نحن بتترسب على شعرنا تماما. اهم شيء مجرد ما انا حسيت بهذا الموضوع مشان ما اخلي هي الترسبات على شعري، الحمام. حمام مع الشامبو الطبي مشان ما تضل علقانة على شعري، بتعمل تشابك بخصيلات الشعر. النقطة الثانية، نحن ما بنعرف إذا ممكن هذا الجو ملوث ببكتيريا بفطور، هي البكتيريا أصلا هي بدها وسط لتعلق فيه، فما بالكم إذا هي مثلا بيئة رطبة أو مثلا مع الغبار انحملت إجت رسبت على الشعر. فأنا صار عندي مشكلتين، عندي مشكلة كيميائية تواجد هي الجزيئات الصغيرة بشعرنا. النقطة الثانية، إذا هي فعلا كانت مجرسمة فأنا لابد من الاستحمام بهيك يوم. هلا النقطة الثانية، مشان الأواعي بشكل عام مجرد ما كمان طلعنا بهيك جو فيه غبار كتير يفضل كمان إنها تتغسل كلياتها. اليوم يا جماعة مو بس أنا عندي موضوع غبار، أنا عندي أشياء غير مرئية ما بتنشاف، يعني مثلا هذا الدخان المتصاعد يلي كتير من الناس ما بتحسب حسابه. عوادم السيارات، عوادم السيارات محملة بجزيئات من الرصاص لأنه نتيجة الاحتراق الداخلي للديزل والمازوت وغيره. فأنا عندي هاي القصة، الدخان حتى في شغلة، في صبايا إذا بس ترجعوا جربوا لما بترجعوا على بيوتكم امسكوا محرمة وبس امسحوا فيها سطح البشرة رح تلاقوا طبقة من السواد، منا مكياج، هي من العوالق الجو اللي نحن عايشين فيه. نحن ما لنا ببيئة نظامية 100%، يعني نحن ما لنا عايشين مثلا بريف مليان أشجار وخضار لحتى يمتص جو. تماماً 100%. لذلك يفضل أول ما برجع بعمل هاي القصة حفاظاً على الشعر. مشان البشرة رح نحس كلياتنا بأشياء بحكة، هذا مؤشر لحاله بالمكفى. نقطة الثانية، مؤشرات التحسس كيف؟ لما في ناس بتتحسس من جوا لبرا حسب نوعية الأكل اللي بياكلوها، في ناس بتتحسس من استخدام مادة كيميائية، في ناس مثلا بتاخذ دواء تحسست. كثير بنسمع ناس عندها حساسية القمح الجلوتين، في ناس عندها حساسية من البنسلين، في ناس من دواء الهرمون بتتحسس. فمؤشرات التحسس كثيرة، بالإضافة للتحسس الربيعي هو التأثر بغبار الطلع. مو بس غبار طلع، برجع بقول الهواء الملوث اللي نحن عم نتعرض له يوميا. قبل ما أطلع من بيتي بدي أحط البرايمر اللي نحن الخاص بالبشرة لكل حدا فينا، والواقي الشمسي. نحن الواقي الشمسي المفروض ما نستغني عنه لا صيف ولا شتي، فما بالكم هلا انا طالعه من شتوية لربيع. الواقي الشمسي بيعمل طبقة حماية، اولا من اشعة اليوفي هي اشعة الشمس، النقطة الثانية كل شيء بنسميه نحن دخان متصاعد. ليه؟ لانه الواقي الشمسي له سماكة على بشرتنا، بيتغلغل لداخل البشرة وبيعمل مثل سد، يعني بيعمل طبقة حماية كاملة. فأنا بمنع هي الجزيئات أنه تدخل لداخل البشرة، هي بس بتترسب على سطح البشرة. بعدين أنا عندي الفاونديشن أو مسمي نحن الكريم الأساسي اللي بيستخدمه يوميا، طبعا هو بده يكون بدي اشتريه أنا نوعيته يومي مو شي للسهرة، كمان مشان يكون بسماكة معينة ما يعمل لي مشاكل أنا للبشرة. الواقي الشمسي كلياتنا بنعرف تركيبته من الزيوت، كمان بيكون فيه عامل وقاية، فأنا بهي الطريقة أنا حميت بشرتي. هي بالطلعة، لما برجع على البيت أولا بغسل بشرتي طبعا بالإضافة للشعر، الاستحمام الكامل خاصة بهي الأيام، استخدام الغسول المناسب. أنا لما بغسل بشرتي أولا نظفتها من الأوساخ والأتربة والدخان المتصاعد، ثانيا عملت أنه مثل فتحت كل المسام الموجود، بعدين بعمل عملية الترطيب لأنه هلأ الجو لحد الآن بيكون كتير ناشب. عملية الترطيب اليومي بالمرطب اللي خاص فينا، تمام؟ ما بنجبر حدا بشيء موجود، بس دائما بنعطي مؤشرات لاستخدام المرطب. في عندي مادة البانتينول أساسية. النقطة الثانية، باخذ أي مرطب بيحتوي فيتامينات، فيتامين الإي الخاص للبشرة، فيتامين آ، بالإضافة إلى الزيوت، مثلا بنلاقي كريم بزيت البابونج، زيت جوز الهند. بتصور أنا بهي العملية أنا قدرت حافظ على شعري وعلى بشرتي بهي الطرق. أستاذة براءة، كمان يعني نحن خلال هاي الفترة مو بس الشعر يمكن والوش، كمان الإيدين هي أكثر شيء يمكن هيك بيبين فورا، صحيح؟ أنه بتحسي أنه
قد ما عم حط كريم عم حس فورا ايدي عم تنشف، اذا غسلت ايدي بشويه مي عم حس ايدي فورا عم تنشف. شو كمان هذا تاثير كثير كبير فورا ببين، يمكن جلد الايدين حساس شوي. خلينا نحكي شو ممكن نعمل بهذا الوقت. صحيح 100%. الايدين للاسف رح اقول لك شغله، شو نحن في شيء لسه مترافق معنا من ثوره الكورونا للاسف، يعني بيولوجيا لحد الان رح تشوفوا انه لسه الناس عم بتعاني من موضوع جفاف الايدين، لانه موضوع الكحول لساته مترافق مع الناس. مو غلط، اكيد ما هو غلط، لكن نحن خلينا نقول استخدام الامن لهي الماده. اذا انا بدي احافظ على نظافه الايدين وامنع الجفاف، خليني اعرف شو عم بستخدم. اليوم الاستخدام الزايد للكحول بسبب جفاف. النقطه الثانيه، في ناس خلينا نقول في عندها الوسواس انه كثير بتنظف ايديها بالماء والصابون. نظفوا ايديكم بالماء والصابون، بس ما نزيد العمليه. عملية تنظيف الإيدين بالماء والصابون أو سائل الإيدين بدها 30 ثانية مو أكثر من هيك. بالإضافة بعد كل عملية غسيل أنا بدي أحط المرطب المناسب لإلنا. أي مرطب بتشوفوه بالسوق يعني مناسب للإيدين نحن لازم نستخدمه. النقطة الثانية، التقليل قدر الإمكان من المواد الكيميائية. رح أقول لك شو هو السبب الأساسي. اليوم بالنسبة لموضوع الإيدين، ست البيت بتجي بدها تنظف بيتها، شوفي الاخطاء يلي بدها تصير. وجود هيك جو فيه غبار، انا ما بصير افتح كثير الشبابيك. تمام، مجرد ما شفت غبار انا ما بفتح الشبابيك ابدا، لانه بدها تدخل من برا لجوا 100% خاصه على السجاد. تماما. نجي نحن بدنا نستخدم المكنسه الكهربائيه. على فكره باستخدام المكنسه الكهربائيه، اذا ما فتحتي الشباك انت عملتي اثاره للغبار، بس تحرك عندك بهواء المنزل وين بيترسب الغبار؟ بيترسب باي بده وسط يحمله. مثلا اذا انا عندي زينه معلقتها على التحف، معلقتهم على الحيطان، في ناس عندها مثل سجاد ناعم بتلاقي محفور عليه كلام معين، ايات ترتيله يلي هو بتلاقيه معلق بالبيت، هون بقى بترسب الغبار. يعني انا ما استفدت جو مثل هذا، انا لا بستخدم المكنسه لانه المكنسه بدها هواء، بدها شباك، ولا بفتح شبابيكي. طيب شو الحل الافضل؟ انه انا اجيب يعني ليفه او خرقه مبلله بمي وشويه سائل جلي. بس شو لازم اعمل؟ البس الكفوف. ستات البيوت يعني انا بتخيل يمكن 90% من ستات البيوت ما بيلبسوا. انت عم تحكي عن سائل جلي، يعني غير المواد الكيماويه، غير الكلور والمواد الثانيه، التنظيف، وتلاقي طول الوقت مثلا عم تنظف الحمامات، وهي القصص بتعمل اساسا حاله تحسسيه. غير الحاله مثلا اللي عم نحكي عن جفاف الايدين، يعني في مشاكل كثير كبيره، ويمكن كلياتنا يمكن مرت معنا انه احيانا تخلطي مواد مشان تزيدي النظافه، بتحطي كلور وفلاش بتخرب الدنيا، بتتفاعل معك وبتخرب الدنيا، بتنطفي ايه، بس كمان بتعملي قصص سلبيه على صحتك بطريقه غريبه. يمكن انا قليل اشوف ست بيت بتقلي انا بحط كمامه لاحمي حالي من الروائح، وقليل تشوفي ست بيت بتلبس كفوف. صحيح. نحن نتيجه هي الاثار الجانبيه لهي المواد، انت هون للاسف بتدخلي بعلاج ثاني. فاليوم اللي بده ينظف بيته اولا بده يحط الكمامه، ثانيا بده يلبس الكفوف. هلا خطوره سائل الجلي يمحلاها تجاه غيره. سائل الجلي بيجي شوي يعني لطيف، يعني بقطش مضبوط. المواد الكيماويه الموجوده فيه هي محققه ضمن مواصفه قياسيه سوريه. لكن شو اللي بيصير؟ استخدام الكلور الخاطئ، بيحطوا الكلور مع سائل الجلي وببلشوا. الكلور للتعقيم، يعني لاباده الاحياء الدقيقه وليس للسجاد. انا ما بعقم في تحف شباك مثلا الصوفة أو غيرها، غلط، هذا الشيء كتير غلط. الكلور حصرا لتعقيم الرخام وبديهات الحمامات، أنا ما بدخله بشيء الحمامات تاني أبدا. مثلا بتلاقي بتخلط الكلور والفلاش تماما مع بعضها، كمان إلى آثار سلبية على الصحة بشكل كبير. بتعرفي إذا بينزل الكلور على الإيدين، أول شيء بتحسوا بشيء لزج كتير. النقطة الثانية، بعد شوي بتحسي المنطقة اللي بينزل عليها بيعمل فيها احمرار، نوع من الالتهاب. حتى بتحسي إنه إيدك عم تجعك. في نقطة ثانية، بينخاف من الكلور إذا كان بتركيز عالي، يمتص إلى داخل الجلد، هون بقى بيعمل مشاكل على مستوى الأدمة والطبقات الداخلية من الجلد. فنحن لنحمي إيدينا، أنا قبل كل عملية تعقيم لازم كون لابسه الكفوف. مجرد ما انا خلصت بغسل الكفوف وبعقمهم وبحطهم بمكان جاف، مثلا على البرنده، على حبل الغسيل، لازم يتعرض للشمس. اذا كانت رطوبه بقلبه تمام بتموت، تنشف، تتجفف.
اذا كان في فطور او بكتيريا طلعت من ايدينا للكف انتقلت، انا مع عمليه التعقيم والتجفيف بتكون راحت. النقطه الثانيه، انا مجرد ما خلصت بغسل ايدي بمي وصابون وبحط الكريم المرطب، انا هون بكون حميت ايدي بهذا الفصل، بتزيد مع استخدام المواد الكيميائيه. لكن للاسف نحن ما عندنا وعي لصحتنا بقدر ما عندنا وعي انه لازم ننظف بيتنا. قليل من ستات البيوت بتوعى لطريقه التنظيف، في طريقه صحيه ونظيفه وامنه، لكن نحن يعني ما بدنا نظلم الكل، لكن الشريحه الكبيره من سيدات المنزل ما كثير بتحب هاي النصائح، بتقول لك لا انا متعوده على هذا الاسلوب. اكيد كمان يعني خلينا نحكي بس تبلش الدنيا شوي تدفي بصير كمان السيده دائما حتى مو بس ايديها رجليها بالمي، تمام، وبتقول لك عادي ما بياثر، كاني عادي يعني ما بيصير شيء، وهذا الشيء كمان بيعمل تشققات بيزيد. تمام. يعني نحن ما فينا نقول انه بس الخروج بفصل الصيف بالاحذيه المفتوحه هو اللي بيؤدي لمشاكل ببشره الرجلين، كمان التنظيف. تمام. هو بيؤدي لهي المشاكل. صحيح صحيح. اول شيء الحساسيه ممكن لما تدخل على الجسم، ممكن باي مكان، يعني اذا بتلاحظي في ناس مثلا بتلاقي بعيونها، في ناس بالوش، في ناس بالايدين، وفي ناس بتلاقي بالجسم كله. من اكيد الجسم يعني بنقصد كلياته من فوق لتحت، فبتبلش الحكه تزيد. القدمين رح احكي على موضوع الخاطئ يلي بيصير، في ناس كثير بتضل لابسه الجرابات، بترجع على البيت بتشلحهم، بتلبس شيء داخل المنزل، الجرابات الصوفيه ما بعرف شو بنسميها، اللي بتلاقيها هيك كبيره شوي بس هي للسجاده، ما بيشلحوا لا الصبح لا ظهر ولا مساء وبيناموا فيها. تمام. الفكره هون انا ما خليت الساقين تتنفس، ما اخذت اكسجين تماما. النقطه الثانيه، في ناس ممكن تبدل الجرابات من غير ما تصير عمليه الغسيل والترطيب. لما نحن بنضل لابسين الجرابات بنضل على تماس مع الصوف الدائم، اذا كان الجراب صوفي او مع القطن، بالنتيجه هدول كلياتها صوف معالج، قطن معالج، كمان في مواد كيميائيه. فنحن الافضل بهي الحاله يوميا غسيل القدمين، المي والصابون او سائل الايدين او سائل الجسم اللي نحن متعودين عليه، بالاضافه لكريم الترطيب اليومي معروف دائما. هلا الكريم الترطيب مشان نحن لما ندعس ما يضايقني، فيني البس الجراب من بعدها لمده ربع ساعه، امنت حمايه لكامل القدمين، بيكون الكريم تغلغل لداخل بشره الساقين او يعني الجلد، مو بشره خلينا نقول الجلد. بعد ربع ساعه نحن بنشلحه ومنكرر هاي العملية بشكل يومي. طريقة التنظيف نحن بتختلف من شخص لآخر، يعني أكيد كل السيدات عندها طريقة لتنظيف الأظافر وغيرها، هذا كلياته آمن، بس بالمقابل نحن الخطأ الشائع اللي بنعمله دائما هو أنه دائما في ارتداء للجوارب. هذا بيسبب حساسية وحكة عن أنه التشققات. ليش؟ لأنه نحن ما عاد يعني ما عاد عم ننتبه على هذا الموضوع إذا في تشققات أو لا، صار همنا الدائم أنه نحن بس ندفي حالنا، ما منروح للجانب الصحي اللي هو حماية البشرة من التشققات واستخدام الكريم الآمن. طيب خلينا نحكي، يمكن حكينا عن الكبار بشكل كتير كبير، خلينا نحكي عن حالة التحسس عند الأطفال. يعني كمان اختلاف الفصل والتحسس الربيعي بيأثر على صحة الطفل، حتى استخدام المواد الكيماوية والتنظيف، يعني بتلاقي ست البيت عم تشتغل وعم تنسى أنه عندها، إلى آثار كتير صحية على المجرى التنفسي وعلى البشرة بشكل عام للأطفال، لأنه بشرتهم حساسة أكثر من الكبار. صحيح. هلا الأطفال سواء كانوا في المنزل أو في المدارس، خلينا نحكي على هالفئتين. إذا كان الطفل بالبيت، خليني أحكي على نقطة، الطفل ما بيصير يشم اي ريحه من صحيح. روائح سائل الجلي والكلور وغيرها، المفروض يكون بعيد كل البعد عن هي القصه. النقطه الثانيه، لما بدنا نطلعه نحن بهذا الجو بدنا نكون حريصين بالوقت اللي بده يطلع فيه، اذا نحن طالعين بسياره او غيرها، فانا بدي اعمل عامل الوقايه اكثر من اني عالج هذا الموضوع. تمام. النقطه الثانيه، الملابس اللي بده يرتديها. هلا اللباس تبعنا، انا ولا مره يمكن ذكرت موضوع الالوان. الالوان لما اذا بتلاحظوا اي قطعه بتشتروها جديد بتلاقي لها ريحه. صحيح. تماما، حتى بتبين انه القطعه جديده. جديد. ما في قطعه ما بتكون الا معالجه بحموض معينه والملونات اللي بتنضاف هي صناعيه. لذلك بكون انا حريصه على انتقاء الملابس للاطفال بهي الفتره. اذا كانت قطعه جديده حاولوا قدر الامكان اول ما تشتروها سواء
لطفل أو لحدا كبير تنغسل، لأنه بيكون عليها رواسب غبارية من المحلات، من المعامل، من تلوث خارجي من الإيدين. النقطة الثانية برجع بقولكم هي معالجة بحموض وملونات صناعية. هلا الطفل بالمدرسه بدي يكون انا عامله حسابي ادواته كلها معقمه نظيفه، ادواته لحاله ان كانت المحارم الخاصه فيه او البشكير اللي بيكون معه بالاضافه للصابونه. الاختلاط نحاول يعني ما كثير يكون الكتف على الكتف بالمدارس او هيك. مجرد ما رجع الطفل على البيت انا بدي اكون حريصه على غسيل ادواته كلها، تبديل ثيابه، الغبار بتعلق بالثياب، والاستحمام قدر الامكان. للاسف ظروف سيئه شوي يعني بالمجمل، لكن نحاول قدر الامكان نحن نخفف من هذا الموضوع. اكيد يعني استاذه برقة دائما تعطينا هيك معلومات وافية وشاملة. خلينا بس هيك على السريع قبل ما نختم معنا دقيقة، أهم النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل الأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية على اختلاف أنواعها ولازم ينتبهوا على بعض التفاصيل اليومية تمام. خلال هي الفترة. هلأ نحن مجرد ما طلعنا بجو فيها غبار اليوم لازم نحط كمامة مشان نمنع هاي الجزيئات الصغيرة تدخل على المجرى التنفسي. النقطة الثانية، الحساسية ممكن تشمل العيون، يفضل أني ألبس النظارات الشمسية، هلأ صار وقتها أكثر من الشتاء. النقطة الثالثة، أنا البشرة مثل ما قلنا بدنا واقي شمسي بشكل دائم، مجرد ما رجعنا على البيت نحاول قدر الإمكان نحن نعمل هذا الاستحمام الكامل للجسم مع التركيز على الشعر، لأنه بيسبب حكة وبيأذي الشعر لأنه كلها مواد كيميائية ودخان علقان بالشعر. نعم. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. أكيد أهم شيء بتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، وأكيد نتشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا كثير لك. شكرا.